مدينة بريمرهافن هي أحد أكبر الموانئ الأوروبية ومركز صناعة طاقة الرياح. استثمرت المدينة مئات ملايين اليورو لاجتذاب كبرى الشركات، وخلال السنوات الأخيرة تم توفير 4000 وظيفة جديدة، لكن حالة من الركود أدت إلى تقليص العمل، كما هو الحال لدى شركة باور بليدز. عنفات الهواء الكبيرة موجودة هنا للتصليح والصيانة فقط. العاملون 250 يفضلون صناعة عنفات رياح جديدة، لكن الأرجح أن ذلك لن يتحقق خلال الأشهر القادمة أيضاً. قبل عدة سنوات كنا نعتقد أن لطاقة الرياح مستقبلاً واعداً، وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن مستقبلنا، لكن اليوم القطاع كله أمام كارثة ولا أحد يدري كيف سيكون المستقبل. الجميع خائف على مستقبله وأن يذهب كل ما تم تحقيقه هنا سداً. الحال أفضل بعض الشيء في قاعة أخرى، هنا تنتج بيوت التوربينات ومحاور عنفات الرياح. إنهم ينتجون الآن لمزارع الرياح على اليابسة بدلاً من مزارع البحر، لكن المدير اضطر لتقليص ساعات عمل جزء كبير من العاملين. الإعلان عن تقليص ساعات العمل كان من أصعب الإجراءات التي اتخذتها في مسيرتي المهنية. الوضع كان حرجاً للغاية، لكننا اتخذنا باعتقادي الإجراءات المناسبة بالتعاون مع نقابة العمال إي جي ميتال ومجلس العمال والمسؤولين السياسيين، لكن على الرغم من ذلك كان الأمر صعباً للغاية من الناحية الإنسانية. عملية توسيع خطوط الكهرباء من الساحل إلى جبال الألب في جنوب ألمانيا متعثرة حالياً، ولهذا السبب أيضاً هناك نقص في الطلبيات على عنفات الرياح. بناء الشبكة يتم بشكل بطيء للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك عقبات من جهة السياسيين. إذا ما أراد المرء تحولاً في سياسة الطاقة لا يمكن تحقيق ذلك دون الرياح ودون مزارع طاقة الرياح في البحر. على الرغم من حالة الركود، إلا أنه لا بديل في بريمرهافن لمزارع رياح البحر، وهكذا يخطط لبناء رصيف جديد بكلفة 180 مليون يورو، وتتمسك هيئة تطوير المدينة بهذا المشروع، سيما أن هناك سعياً لتصدير المزيد من هذه المزارع. سنواصل العمل لأننا نعلم أننا بحاجة لسياسة طاقة جديدة. تحولات المناخ واضحة هنا في بريمرهافن، لذا فإننا مقتنعون بحاجتنا للطاقات المتجددة ولمزارع الرياح في البحر. هل هو تفاؤل في محله؟ رأي النقابين لا يختلف كثيرا. كبير مفاوضي نقابة إي جي ميتال يتنقل هذه الأيام بين الشركات المعنية مثل أريفا الشركة المنافسة لباور بليدز، حيث هناك خطط لتسريح العمال. هل يقتصر العمل هنا على التنظيف؟ نعم يبدو كذلك. يا لها من صورة مؤسفة، لم يمضي على الاستثمارات هنا سوى فترة قصيرة. شيدت هذه القاعة قبل 3 سنوات فقط، والمفترض أن تكون خاصة بمئات الموظفين. إنها صورة مؤسفة بالتأكيد. هذه الصورة لن تتغير على ما يبدو خلال الأشهر القادمة. قبل عدة أيام فقط صدرت من هنا قواعد لتوربينات طاقة الرياح. أعرف عدداً من الزملاء الذين انتقلوا إلى هنا وغيروا مكان عيشهم على أمل العثور على عمل واعد. هؤلاء بالذات يواجهون أوقاتاً عصيبة. ورغم ذلك يجري التخطيط لمشاريع جديدة، فليس هناك في بريمرهافن من يريد التسليم بأن مشروع توسيع الطاقات المتجددة سيفشل.